السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. لحد اليوم في سوريين عم يفكروا كيف بيقدروا يوقفوا مع أهلهم السوريين ويستجيبوا لمتطلباتهم، وعلى هذا الأساس عم نسمع بشكل دائم عن إقامة مبادرات جديدة وتأسيس مؤسسات داعمة للعمل الإنساني مثل جمعية تراحم يلي تأسست بشهر تموز الحالي. جمعية تراحم تأسست على إيد مجموعة من أهالي مدينة درعا بهدف دعم عوائل المتضررين والمحتاجين، وبشكل خاص أهالي المعتقلين وذوي الاحتياجات الخاصة. هدول لحالهم أعدادهم بتتجاوز المئات وبتوصل للآلاف، مع وجود كم هائل من العوائل اللي فقدت رب الأسرة والمعيل إلها. فإذا التحدي كتير كبير وصعب لتأمين احتياجات كل العوائل المتضررة من أهالي المدينة. هذا التحدي هو اللي كان الدافع الأساسي لإنشاء الجمعية يلي تم انتخاب مجلس إدارة إلى لمدة سنة، واللي رح تسعى لتقديم الدعم المالي للأهالي يلي بيجي من خلال أسهم الخير اللي بتتضمن مساهمة كل مين بيقدر يساعد ويدعم، علما أنه قيمة السهم الواحد 2500 ليرة سورية، يعني ما يعادل 5 دولارات. وبعد ما لقيت فكرة الجمعية دعم وتشجيع، رح تكون الفئة الأولى اللي بتستفيد من الدعم هن عوائل المعتقلين، بعد إجراء دراسة ومسح اجتماعي لهدول العوائل لمعرفة أعدادهم بدقة وتقييم احتياجاتهم، علما أنه هدف الجمعية جمعية تراحم بالمرحلة الأولى هو كفالة ما لا يقل عن 50 عائلة معتقل. بيمنحون 50,000 ليرة سورية كمعدل وسطي لكل عائلة، مع السعي لاستيعاب كافة العوائل المحتاجة. وقدرت الجمعية عدد المعتقلين بمدينة درعا بحوالي 500 معتقل، المتزوجين منهم واللي عندهم أطفال حوالي 350 شخص. هدول رح يكونوا بالنسبة للجمعية هنن الأولوية. ومع استمرار الأزمة الإنسانية اللي عم يعيشها السوريين، لابد من استمرار الدعم. الدعم اللي هو بيجي من ابن البلد يلي بيشارك أخوه الوجع والهم، وهدول هنن السوريين يلي دائما واقفين مع بعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.